أبدأ من الناصرة مع الزميلة إيمان. إيمان، على ما يبدو أن هناك سفيرات الإنذار تدوي من جديد في مناطق مختلفة بشمال إسرائيل، إضافة إلى الصواريخ التي سقطت على حيفا وعلى أيضا مناطق أخرى، ويبدو أن ميناء حيفا كان في مرمى الاستهداف. تفضلي إيمان. نعم، يمكن الآن بعد مرور وقت قصير يعني الحديث عن بدقة أكثر عما حدث. أولا لا شك بأن هذا يوم تصعيدي بامتياز، منذ الصباح وحتى هذه اللحظة دوت صافرات الإنذار 4 مرات في 4 مناطق في طبرية، قبل قليل للمرة الثالثة تدوي صافرات الإنذار. بدأت صافرات الإنذار أو بدأ هذا اليوم مع تصعيد منذ الساعة 7:30 صباحا في طبرية، من ثم حيفا، وبعد ذلك مرتين في طبرية. سأبدأ من النهاية في طبرية. الإسعاف الإسرائيلي يقول بأنه للآن لم يتلقى أي بلاغات عن إصابات، وكانت صافرات الإنذار قبل دقائق قد دوت في مناطق مختلفة، خاصة في غرب بحيرة طبرية، بينما قبل ذلك أيضا أطلقت 5 صواريخ نحو طبرية. وفق الرواية الإسرائيلية سقطت في مناطق مفتوحة، وأيضا جزء من هذه الصواريخ سقطت في بحيرة طبرية. ولكن قبل ذلك ربما الحدث الأبرز هو إطلاق 10 صواريخ صوب منطقة حيفا. وفق بيان حزب الله، لن أتوسع فيه يعني فقط لكي نكون دقيقين، قال بأنه استهدف كريات آتا، بمعنى أن حيفا المدينة لم تستهدف، دوت فيها صافرات الإنذار بسبب انطلاق صواريخ القبة الحديدية المتواجدة في مدينة حيفا وفي محيطها. كنا قد رأينا فيديوهات لانطلاق القبة الحديدية حتى من ميناء حيفا المتواجد في الخليج، كان هناك سقوط لصاروخين. البيان الرسمي للجيش الإسرائيلي تحدث عن 10 صواريخ، قال إنه اعترض بعضا منها وأن البعض الآخر سقط في مناطق مفتوحة وفق هذه الرواية. ولكن شهود العيان وما يتم تناقله من صور وفيديوهات الحديث عن سقوط صاروخين على الأقل. رأينا فيديوهات تنبعث فيها أعمدة الدخان من ميناء حيفا، رأينا شظايا في ميناء حيفا. كان أيضا كنت قد تلقيت أيضا بيانا من فرق الإطفاء والإنقاذ، قالت فيه بأن هي والشرطة الإسرائيلية وصلوا إلى الميناء من أجل فحص الشظايا وتنظيف المكان من هذه الشظايا، ولكن المكان المستهدف كان كريات آتا، وهي تقع إلى الشمال من مدينة حيفا في منطقة خليج حيفا، وهذه هي المنطقة التي كانت مستهدفة. لم يذكر بيان حزب الله يعني تحديدا مثلا هدفا عسكريا أو ما شابه، ولكن بالطبع هذه المنطقة هي مليئة بالأهداف الاستراتيجية، بالمنشآت الاستراتيجية، بالمنشآت العسكرية، منها مثلا تطوير الأسلحة، منها أيضا ميناء حيفا نفسه الذي يعتبر يعني موقع أو منشأة استراتيجية، وفيه أيضا منشآت عسكرية، وبالتالي نتحدث عن منطقة حساسة للغاية. لذلك كل مرة تدوي فيها صافرات الإنذار في مدينة حيفا وفي محيطها هنالك وضع يعتبر حساس. لا شك بأننا سنرى أيضا هجوم أو حال أو نوع من الانتقام من جيش الاحتلال على هذه الضربة التي تلقتها اليوم حيفا ومحيطها. ولكن أؤكد بأن الهدف لم يكن مدينة حيفا نفسها، وهذا الأمر مهم جدا، لأنه ضمن المعادلات التي يضعها حزب الله والتي أيضا تتصرف وفقها إسرائيل، بأن استهداف حيفا يقابل باستهدافات ربما داخل بيروت أو في ضاحية بيروت الجنوبية. تفضل بقائي معي الزميلة إيمان. سنتقل الآن إلى إيمان جبور من بلدة مرجعيون بجنوب لبنان. حنان عيسى، إذا استفاق الأهالي في بلدة شبعة اليوم على مجزرة ارتكبتها الطائرة الحربية الإسرائيلية استهدفت منزلا مأهولا بالسكان، حدثينا عن الحصيلة وما رصدته حتى الآن. صحيح منى، فجر هذا اليوم طائرة حربية استهدفت منزلا يتكون من 3 طبقات في بلدة شبعة في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، وأدت هذه الغارة إلى سقوط 9 شهداء من المدنيين في هذا المنزل، من بينهم امرأة حامل. هذا الاستهداف أيضا كان هناك في بلدة جوية إغارة على أحد المنازل هناك، أدت أيضا إلى سقوط 3 من المدنيين جراء هذه الغارة التي سقطت
سقطت على الساكنين في ذلك المنزل. دعيني أيضا منى أتحدث عن آخر المعلومات التي وردت قبل قليل، أيضا 3 شهداء من المدنيين حتى هذه الساعة نتيجة استهداف طائرة مسيرة أيضا بين صربين وبيت لي في قضاء بنت جبيل. إذا الطائرات المسيرة والحربية ما زالت تستهدف السيارات. يوم أمس أيضا في بلدة شبعة استهدفت طائرة مسيرة سيارة رابيد، أدى ذلك إلى سقوط 3 أشخاص كانوا يتواجدون فيها. إذا عدد الضحايا المدنيين بارتفاع منى نتيجة هذه الغارات التي تستهدف منازل المدنيين بشكل مباشر، وأيضا يعني السيارات التي يستقلها أيضا مدنيون. هناك عدد كبير من المدنيين منى سقطوا خلال الغارات التي كانت تنفذ على عدة قرى من جنوب لبنان. عدد منهم كان يتوجه إلى مناطق آمنة، كان يتوجه إلى بيروت، وسقطوا شهداء على الطرقات. عدد كبير منهم عائلات وأيضا أفراد كانوا داخل سياراتهم، وأدت تلك الغارات إلى استشهادهم على الفور نتيجة الغارات التي تستهدف الأحياء المدنية مباشرة، تستهدف منازل المدنيين وأيضا يعني الأبنية السكنية بشكل مباشر، وأدى ذلك يؤدي ذلك بشكل دائم إلى سقوط المزيد من المدنيين وأيضا الجرحى. خلال الساعة الماضية منى عدد من الغارات استهدف عيت الشعب، الشعيتية، عيتيت، قلواي وجوية. حزب الله أعلن عن عملية واحدة حتى الساعة استهدف مستعمرة كريات أتا وهي شمال مدينة حيفا، لكن هناك معلومات أيضا عن إطلاق رشقات صاروخية جديدة من جنوب لبنان، لم يعلن حزب الله حتى هذه الساعة في بيان ثان عن هذا الاستهداف، والمعلومات تتحدث عن دوي صفارات الإنذار في المناطق الواقعة شرق بحيرة طبرية. إذن الوضع منى في جنوب لبنان على ما هو من تصاعد في الغارات التي ينفذها الطيران الحربي الإسرائيلي، والذي لم يتوقف طيلة الليل حتى صباح هذا اليوم، وبينهما كانت هذه المجزرة التي راح ضحيتها 9 أشخاص في بلدة شبعة. تفضل بقائي معي زميلة حنان عيسى. انتقل إلى مفدى الغد أحمد مصطفى من بلدة ترميش تحديدا. أحمد، ما لديك من مستجدات؟ ما الذي رصدته في الساعة الأخيرة حيث تتواجد؟ منى، قبل دقائق قليلة رصدنا رشقة صاروخية فوق بلدة رميش باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة. خرجت بعض الصواريخ الاعتراضية من القبة الحديدية، نجحت في اعتراض بعض الصواريخ بالفعل، بينما واصلت الصواريخ الأخرى مسيرها في اتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويبدو أنها سقطت في الداخل وفق ما أكدته مراسلتنا الزميلة إيمان جبور، ويعني دوت صفارات الإنذار في عدد من المناطق من بينها أيضا الجليل الأدنى. كذلك كانت هناك يعني رشقة سبقت هذه الرشقة بدقائق قليلة، يعني أن حزب الله يكثف في الساعات الأولى من اليوم ضرباته ورشقاته الصاروخية باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك يأتي بعد أن أعلن الحزب عن عملية وحيدة حتى هذه اللحظة هي قصفه لمستعمرة كريات أتا بصواريخ فادي 1. هذه الصواريخ التي بدأ يستخدمها حزب الله بشكل مكثف خلال الأيام الماضية، وأيضا كانت هناك العديد من الغارات من قبل طيران الإسرائيلي التي شنها على عدد من بلدات الجنوب اللبناني من بينها ميفدون وجوية والخيام وخربة سلم وقلاوية ومجدل سلم وزوتر الشرقية والرمادية وقبريخة وبرعشيت وشبع في القطاع الشرقي وكونين وبيت يحون وحولة. وهو ما أدى يعني خلال الساعات الماضية إلى وقوع عدد من الشهداء وكذلك من الجرح. حتى اللحظة ليست هناك إحصائية رسمية تتناول الأعداد خلال هذه الساعات الماضية، لكن خلال 24 ساعة الماضية فقط هناك نتحدث عن ما يقرب من 92 شهيدا وأكثر من 150 جريحا، ما يعني أن هناك وتيرة متصاعدة في أعداد الشهداء وكذلك في المصابين. إذا ما تحدثنا عن عدد الشهداء الذين سقطوا من جراء غارات الطيران الإسرائيلي خلال الأيام
الخمسة الماضية أو الأربعة فقط الماضية هو عدد يعادل الذين سقطوا بالفعل في حرب تموز، وبالتالي هناك وتيرة متصاعدة من قبل الجيش الإسرائيلي في الضرب أهداف كثيرة، يقول أنها تتبع حزب الله، لكن ما نرصده أنها تتبع أهدافا، أنها تقصف أهدافا مدنية على اعتبار أن غالبية الشهداء هم من المدنيين بالفعل. بلدة عيت الشعب التي تبدو في خلفية الصورة تعرضت صباح اليوم لغارة جوية عنيفة، وكذلك تعرضت أمس لعدد من الغارات الجوية من طيران الإسرائيلي، فضلا عن قصف مدفعي مكثف طال هذه البلدة، ما يعني أن جميع البلدات حتى التي لم تقصف في السابق باتت تقصف أيضا مؤخرا من قبل طيران الاحتلال الإسرائيلي، وما يعني أن الإسرائيلي يوسع من ضرباته ويسع من استهدافاته للأراضي اللبنانية سواء في الجنوب أو حتى في البقاع أو في حتى في الضاحية الجنوبية. نعم، تفضل بقائي معي الزميل أحمد مصطفى موفد الغد من رميش بجنوب لبنان. أنتقل الآن إلى الزميلة ليلى. إذن ليلى، حدثينا عن الأوضاع الإنسانية للنازحين، كيف تبدو هذا من جهة، ومن جهة أخرى المواقف السياسية بخصوص المبادرة الأمريكية التي أعلن عنها الجانب الأمريكي والفرنسي ودعمتها مجموعة من الدول؟ سأبدأ بالطبع من موضوع النازحين. اليوم يتخطى عدد النازحين من قرى وبلدات الجنوب اللبناني والبقاع أيضا أكثر من 80,000، يتواجدون في أكثر من 560 مركزا للإيواء الرسمية. نحن لا نتحدث عن أن هناك بالطبع مراكز غير رسمية، هناك بعض من الأهالي أو عدد كبير من الأهالي الذين نزحوا إلى فنادق، بعضهم نزح إلى شقق مفروشة، وبعضهم اتجه باتجاه الشمال اللبناني وأيضا قام باستئجار الشقق. إذن الأعداد الرسمية هي أكثر من 80,000، ولكن قد يكون الرقم أعلى بذلك، أعلى من ذلك بكثير، كون لم يتم إحصاء من اتكلوا على أنفسهم وقاموا بالتوجه إلى شقق وفنادق خاصة. الجهود الإغاثة مستمرة، تحدثنا إلى الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة وقال بأنه لجنة الطوارئ لم تكن تتحضر، أو حتى الهيئة العليا للإغاثة لم تكن تتوقع هذا العدد الكبير من النازحين في 6 ساعات، أكثر من 50,000 نازح، ولذلك كانت التحضيرات أقل من المتوقع. بالطبع هناك بسبب استهداف العديد من المصانع التي تقوم بتصنيع الفرش، لذلك اليوم هناك نقص بالحصول على الفرش وتوزيعها للنازحين في المدارس، وأيضا فيما يتعلق بالأغذية عندما يتم الانتهاء من موضوع الفرش يتم الانتقال إلى المرحلة الثانية، ولكن هذا لا يعني أن هناك مبادرات خاصة على الأرض من قبل أفراد، من قبل مجموعات، وأيضا من قبل جمعيات من المجتمع المدني التي تقوم بمؤازرة ومساعدة اللبنانيين. على الصعيد السياسي بالطبع الأجواء في بيروت، تحدثنا إلى بعض المصادر السياسية المواكبة لما يحدث في نيويورك، هي لا تريد أن تتحدث عن سلبية أو تشاؤم، ولكنها أيضا لا تريد أن تتحدث عن أمل. بالطبع المساعي هي مستمرة قالت لنا، وخاصة أنه اليوم بنيامين نتنياهو بات في نيويورك، والأمور يعني قد يكون هناك بحث أكثر في إقناع نتنياهو بالقبول بهذه المبادرة الأمريكية والفرنسية، والتي تتعلق بوقف مؤقت لإطلاق النار لمدة 21 يوما. ومع ذلك الجميع اليوم يقول بأن نتنياهو هو المخادع الذي رفض كل مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة. هل سيقبل هذا الأمر على لبنان؟ هل سيقبل بأن يكون هناك وقف مؤقت لإطلاق النار يبدأ من لبنان وينسحب على غزة؟ البعض يشكك بهذا الموضوع. سمعنا بالأمس وزير الخارجية عبد الله أبو حبيب من نيويورك يؤكد التزام لبنان بقرارات الشرعية الدولية وبالتحديد القرار 1701، وقال بأن الدولة اللبنانية اتخذت قرار بتطويع 1500 جندي لانتشارهم في الجنوب اللبناني كجزء من التزام لبنان بالقرار 1701، وأكد على أهمية دور اليونيفيل في حفظ السلام، وقال أيضا أن لبنان ما تقوم به إسرائيل هو جرائم حرب باستهدافها للمدنيين والأبنية السكنية والطرقات، وأنه
لبنان يحق له الدفاع عن نفسه ولو أنه يريد يدعم ويريد هذه المبادرة أن تنجح، وقال بأنه يتمسك لبنان بالمبادرة الأمريكية الفرنسية على أمل أن تكون هي الفرصة لالتقاط الأنفاس والثغرة التي ندخل فيها نحو الحل، على أمل أن يلتقطها أيضا نتنياهو. إذن الجميع ينتظر ما ستؤول إليه المفاوضات أو هذه الاتصالات في نيويورك، ولو أنه هناك جو إلى حد ما سلبي، ولكن لا تريد هذه المصادر أن تقول بأنه المفاوضات انتهت وأنه مسار هذه الحرب مستمر. تفضل بقائي معي ليلى، انتقل إلى الزميلة أريج حكروش من تل أبيب. إذن أريج، العديد من التصريحات خرجت يوم أمس حول هذه المبادرة الأمريكية الفرنسية، بداية من مكتب نتنياهو ثم وصولا إلى الرفض من نتنياهو ثم مرة أخرى قبول من قبل نتنياهو صباح اليوم حسب البيان، وأيضا الأوساط السياسية بمختلف أطيافها وألوانها تحدثت عن هذه المبادرة. هل وضعتنا في سياق كل ما ظهر في تل أبيب بخصوص هذه المبادرة؟ أولا ننطلق من البيان الذي أطلق صبيحة هذا اليوم من مكتب نتنياهو، هو أطلق باللغة الإنجليزية ليس باللغة العبرية، وهذه أيضا رسالة للأمريكيين وليس للإسرائيليين. البارحة نتنياهو قال في خلال بيان صحفي من مكتبه الرئاسي أنه لا وقف لإطلاق النار، ونفى كل الادعاءات أو الأنباء التي تقول بأنه أعطى ضوءا أخضر لبدء الاتصالات بما يتعلق بالمبادرة الفرنسية الأمريكية. اليوم يناقض هذا الأمر ويقول بأنه يرحب بهذه المبادرات وبالجهود الأمريكية، وهناك بالفعل وهذا زبدة البيان بأنه هناك بالفعل فرقا إسرائيلية تناقش هذا القرار. نذكر هنا أنه البارحة كان هناك لقاء لديرمر مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين لبحث التصعيد في الشمال ولإيجاد حلولا لهذا الأمر، ونذكر بأن الإعلام الإسرائيلي قال بأن ديرمر كان قد عين وهو وزير الشؤون الاستراتيجية، كان قد عين لرئاسة طاقم يعنى بهذا الأمر، أي إيجاد حلول بالشمال وهي الحلول الدبلوماسية بطبيعة الحال. البارحة كان هناك لقاء ما بين الطرفين الأمريكي والإسرائيلي، والآن نتنياهو يقول بأن هناك فرقا بالفعل تناقش هذا المقترح ما بعدما نفى هذا الموضوع. طبعا المقترح يتضمن وقفا لإطلاق النار لمدة 21 يوما والتوجه إلى المفاوضات والتهدئة على الجبهة الشمالية دون ارتباط غزة بهذا الموضوع، أي أن وقف إطلاق النار ما بين حزب الله وما بين إسرائيل وليس بغزة. ولكن القناة 12 الإسرائيلية البارحة قالت بأنه يمكن أن يتضمن خطاب نتنياهو في نيويورك أيضا إعلانا لوقف العمليات القتالية المكثفة في غزة، أي أنه خفض من التصعيد في غزة أو من العمليات القتالية فعليا في غزة. هذا ما قالته القناة 12، ولكن هذا طبعا في إطار التسريبات وفي إطار التأويلات. على مستوى آخر، في إسرائيل كان هناك موجة من السخط والغضب داخل الائتلاف الحكومي، أيضا بداخل حزب الليكود نفسه الذي يرأسه نتنياهو. يعني الائتلاف الحكومي البارحة قال بأنه أو الأحزاب الاستيطانية قالت إذا ما مضى نتنياهو إلى مسار تهدئة وقبل بهذا المقترح سوف ننسحب من الحكومة، وهذا تهديد واضح. أيضا داخل الليكود كانوا قد هددوا أيضا بعدم التصويت على ميزانية العام إذا ما مضى نتنياهو بهذا المسار، أي أن هناك خطوات حتى متمردة داخل الليكود. والآن نتحدث عن الائتلاف الحكومي أيضا هو رافض لهذا الموضوع، رأينا موجة من السخط، موجة من الغضب، تصريحات متتالية بما يتعلق بهذا الأمر. لذلك كان قد على ضوء هذا الموضوع كان قد أصدر بيان المكتب الرئاسي طبعا، ويقول بأنه ليس هناك ضوءا أخضر من قبل إسرائيل، وهناك استمرار لوقف إطلاق النار، وهذا طبعا
بمحاولة لامتصاص موجة الغضب التي كانت البارحة، والآن يوجه للأمريكيين بأنه يرحب بهذه المبادرة وأن هناك فرقا تعنى بهذا الأمر، أي أنه الآن يلعب على حبلين، نتنياهو الآن يلعب على حبلين. هناك من يقول بأنه الآن يرسل هذه الرسالة للأمريكيين وللمجتمع الدولي، وطبعا بارتقاب الخطاب، لأنه يريد شرعية دولية لأي هجمات أو دخول بري يمكن أن تقوم به إسرائيل إذا ما فشلت هذه المبادرات. ولكن الآن نرتقب الخطاب ونرتقب ما تتمخض عنه طبعا المحادثات في نيويورك. كل الشكر لك أريج حكروش، كنت معنا من تل أبيب. وأيضا من النصرة كانت معنا إيمان جبور من بلدة مرجع عيون بجنوب لبنان، حنان عيسى من بلدة رميش بجنوب لبنان، أيضا موفد الغدة أحمد مصطفى، ومن بيروت ليلى خليل. شكرا جزيلا لكم، شكرا.